نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني وقوفه جنب الشعب المصري، ويعني نتمنى له التوفيق في القادم ان شاء الله. يا ريس انت قد المسؤولية واحنا في ظهرك ومعاك ومكملين معاك، وان شاء الله في الامام. ويعني مصر عايزة يعني كتير، وانت عطتها كتير، وان شاء الله كل الشعب المصري وكل الطوائف الشعب المصري معاك ودعماك وفي ظهرك، وتوكل على الله وسير كما انت سير، وان شاء الله مصر هتبقى دولة عظمى في المنطقة بإذن الله.